بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف نعمل حساب على الجيت هاب بشكل احترافي. أول خطوة راح نسويها مع بعض إني أفتح براوزر وأعمل سيرش على الجيت هاب، وراح نختار أول لينك حيظهر لي. مباشرة راح يظهر لي الصفحة الرئيسية في الجيت هاب. في عندي هون ساين إن وفي عندي ساين أب. ساين إن أنت عندك حساب تعمل تسجيل دخول، ساين أب أنت ما عندكش حساب. وهذا راح نسوي إنه أنا ما عنديش حساب. هاي رسالة ترحيبية من جيت هاب بحكي لك أول إشي أدخل لي الإيميل، ولازم يكون الإيميل صحيح لأنه حتيجيك رسالة تحقق. وهيني كتبت الإيميل الخاص فيه وهاي كونتينيو. هون بحكي لي انشئ باسورد. هسا الباسورد بدي انشئه لازم يكون شوي صعب، يعني مش سهل، مش حط 1 2 3 4 5 6 ما بينفع. فلازم نعمل ميكس، مثلا احرف صغيره احرف كبيره مع ارقام مع اشاره ات مع اشاره هاشتاج. لازم يكون باسورد شوي صعب. الباسورد انا كتبته كثير قوي. هنعمل كونتينيو. بعد هيك حيطلب مني ادخل اليوزر نيم، نكتب مي مثلا، بعدين السيد داش، وهي سي اس. سي اس ترمز للتخصص، يعني كمبيوتر ساينس، علم حاسوب. وهي كونتينيو. المشكله اللي صارت هون انه في يوزر ثاني ماخذ نفس هذا الاسم. طيب شو بدي اسوي انا؟ بدي اكتب واحد مثلا. صار هسه هذا اليوزر نيم متوفر، انت الوحيد راح يكون عندك هذا اليوزر نيم. ما راح يقدر حدا ينشئ نفس هذا اليوزر نيم. وهي كونتينيو. هون بيحكي لك إذا أنت حاب تتلقى تحديثات عن طريق الإيميل، يبعث لك رسالة على الإيميل اللي أنت كاتبه فوق، اكتب له يس. إذا بتكاش اكتب له نو. هون اكتب له واي معناتها يس، إن معناتها نو. كونتينيو. هون بدي يتأكد منك إذا أنت إنسان أو لا. ستارت بازل، اختار الصورة الصحيحة. كمان مرة اختار الصورة الصحيحة، حتظهر لك مباشرة كرييت أكاونت. وهيك بيكون عملنا أول خطوة إنه أنا أنشأت أكاونت على الجيت هاب. وهسه الخطوة الثانية إني أوثق هذا الحساب. راح أعمل سيف هنا، بعدين أفتح نافذة جديدة وأروح على الجيميل. حتجيني رسالة على الإيميل اللي أنا أنشأت فيه الحساب، وهي الرقم اللي لازم أنا أضيفه داخل الجيت هاب. كنترول V، وهيك بيكون حسابنا تفعل بشكل كامل. كالعادة أي برنامج فري بدي يأخذ منك شوية معلومات. بحكي لك أنت هتشتغل لحالك هون، قل له just me. هل أنت student ولا teacher؟ قل له student. وهي continue. هون بحكي لك شو الهدف من استخدامك للجيت هاب، شو الخدمات اللي أنت راح تستخدمها. اختار أول واحدة. طبعا إذا ما حددت ولا أي واحدة فيهم عادي، وبس قاعد بأخذ منك معلومات. تمام، واعمل continue. هون شو بحكي لك؟ بقول لك الجيت هاب في منه نسخة مجانية وفي منه نسخة مدفوعة. احنا اكيد راح نختار النسخة مجانية. هاي كونتينيو فور فري. وهيك صرنا احنا في الصفحة الرئيسية الخاصة في الجيت هاب. اول اشي بدنا نعمله مع بعض بنظبط معلومات الاكاونت. شايف الدائرة اللي هون؟ روح على السهم لتحت واكبس على اليوزر نيم الخاص فيك. مباشرة راح يفتح لك هاي الصفحة. اكبس على الصورة، فتح لك السيتنج الخاصة في البروفايل. أول خاصية عندي إياه وهي النيم، والهدف منها تعمل استعراض للإسم غير اليوزر نيم. فمثلا بدي أكتب أنا مي السيد. الفكرة هسه رح يظهر لكل المستخدمين الثانيين مي السيد مش اليوزر نيم، هيكون أرتب. النقطة اللي بعديها البايو، هي بتحكي عن نفسك شوي وبتشرح عن حالك. software engineering senior flutter developer training flutter training javascript training node.js. ال URL اذا انت عندك موقع حط فيه اعمالك بتحط اللينك هون. اذا عندك حساب على تويتر فبتحط اليوزر نيم برضه هون، مش اللينك كله بس فقط اليوزر نيم. نيجي هسه على الكومباني. في الكومباني انت بتختار الشركه شغال فيها او الشركه الخاصه فيك. اللوكيشن انت وين ساكن، انت وين عايش، ونكتب مثلا جوردن. بعد بتعمل أبديت للبروفايل. بعد ما سوينا أبديت انتبهت إنه اليوزر نيم صار اسمه مي السيد. هتقولي يعني اليوزر نيم اتغير؟ بحكي لك لا، هي اليوزر نيم لساته موجود. لكن الفكرة المستخدمين الثانيين مش راح يشوفوا اليوزر نيم، راح يشوفوا النيم اللي انت كتبته هون. نيجي هسه على الببليك إيميل.
إذا بتحب تخلي إيميلك بابليك بيقدر أي حد يبعث لك رسالة على البريد الإلكتروني، بدك تحول إيميلك من برايفت لبابليك بيحكي لك إيميل سيتنج. هون راح ننزل تحت شو بيحكي لك، هون خلي الإيميل أدرس برايفت، أعمل عليها أنشيك. بعدين ارجع على البروفايل مرة ثانية، بس على الصورة انتبهت انه تفعلت هسه صح، وهي الايميل حيكون ظاهر للكل، يعني اي مستخدم يفوت على حسابك في الجيت هاب راح يلاقي هذا الايميل، يقدر يبعث لك عليه مثلا رسالة على البريد الالكتروني او يتواصل معك. يجي هسه للنقطة المهمة وهي كيف انه اعدل انا صورتي. هل لازم اغير الصورة؟ بحكي لك اه، فكرة الجيت هاب لما تروح انت على اي شركة هيقولك وريني الاعمال اللي انت مسويها، انت اصلا حتكون رافعها على الجيت هاب. لما تعطيه مثلا الاكاونت الخاص فيك، وكمان شوي راح اعلمك كيف تحط لينك الجيت هاب داخل السي في، فلازم يكون في صورة رسمية لك على الجيت هاب. بنعمل ايديت ابلود فوتو، هيفتح مباشرة البراوزر الخاص في الملفات، اروح انا على الداونلود وهي الصورة راح اختارها وهي اوبن. وما أقدر أنا أتحكم في أبعاد الصورة، أصغر أكبر زي ما بدي، هيك الأمور شايف أنا تمام، فبعمل سيت نيو بروفايل بكتب. خلينا نرجع حسا على اليوزر نيم، بدك تستنى 10 دقائق أو ربع ساعة لما الصورة تظهر هون، لكن الصورة تغيرت، هي تطلع معي هون، هاي الصورة تغيرت فوق، وإذا كبست هون على الصورة بالضبط الصورة متغيرة. وآخر إشي بدنا نتعلم مع بعض كيف أخذ اللينك الخاص في حسابي. بنروح على السهم، بعدين نكبس على اليوزر نيم، مباشرة لو طلعنا فوق على اللينك فاللينك اختلف. شو بحكي لك هنا؟ github.com/computerscience1، فبتلصق انت هذا اللينك وبتعمل رايت كليك كوبي، يا بتضيفه على السي في او بتبعثه لادمن المجموعة. ايش يعني ادمن المجموعة؟ في الجيت هاب في مجموعات organization، والهدف من هاي الorganization بقدر انشئ جواتها تيم، حط جواتها مشاريع خاصة فقط بيشوفها هذا التيم. هنشرحها إن شاء الله في المحاضرات القادمة، لكن هذا اللينك هو اللي لازم تبعثه لآدمن المجموعة أو تحطه على السي في عشان يقدر أي حد يشوف مشاريعك اللي أنت رافعها على الجيت هاب. منا كانت أفكارنا واضحة. إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح نتعلم كيف نرفع مشروعنا على الجيت هاب، ويعطيكم العافية.